بتشوفوها بمرور تلفزيوني او مسرحي بتعتقدوا انه ما بقى رح تقدر تعمل شيء حتى تبهركن من خلاله. مع هيدا وكله كلمين اللي عم تتحلى ونحن كل يوم منحبها اكثر من يوم. بالشعر الطويل او القصير، الاسمر او الاحمر، تبقى دايما نجمة كل سهراتنا، ملكة جمال النجوم الاستعراضية الاولى بلبنان وبالعالم العربي، دونا الليدي. الآب كتير حملتها، بس انا الليلة رح اكتفي انه اقدم لكم اياها باسمها، لانه بالتأكيد كلكم عرفتوها. بترككم مع مادونا. Thank you.
لو تطول الغيبة تبعد